السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلصنا رمضان بكنافته وقطايف، وخلصنا العيد بكحك وبسكوت، يبقى نرجع بقى نشوف الانجليش ونركز معاه. من مكاني هذا اعلن عن عودة الكورس المجاني على قناة Learn English at Home with Dina، وكعادة اي تيتشر مطحون لازم يعيد ويزيد عشان لو في حد جديد نقول تاني. الكورس ده عبارة عن ايه؟ الكورس ده عبارة عن محاضرات لايف مجانية، بندخل مع بعض على برنامج الزوم ونتدرب ونسأل ونجاوب ونتكلم ونعيش جو المحادثات الحقيقية، وبنسمع نيتيف سبيكرز ونقلدهم على قد ما نقدر. أنا دينا محمد، بقدم الكورس ده من شهر يونيو الماضي. أخذنا تقريبا 38 محاضرة وكلهم موجودين على اليوتيوب، لو في أي حد جديد معانا يقدر يشوفهم ويتابع معانا في الجديد إن شاء الله. طيب إيه اللي بيميز الكورس ده؟ اللي بيميزه بصراحة انه منهج منظم جدا، بيبني اللغة عندك على اساس علمي وخطوة بخطوة وبدون استعجال. بندرس كل شيء متعلق باللغة في منهج واحد، listening, speaking, reading, writing و pronunciation كمان وغيره كتير. تخيلوا بقى انه لسه في ناس كتير جدا لحد دلوقتي لما ببعت لهم اللينكات بيقولوا لي بكام الاشتراك، ولذلك كعادة اي تيتشر مطحون بيعيد ويزيد. الكورس مجاني 100% وملوش اي رسوم ومش دعاية لأي كورسات أخرى، وحتى لو استجبت في يوم من الأيام لبعض طلبات المتابعين بأنه يكون في كورسات بشكل برايفت، فده ملوش علاقة أبدا بالكورس ده، لأنه إن شاء الله هنكمله لحد ما أنا وعدت إن احنا نكمل لحد فين. نصيحة بس سريعة جدا على الماشي، في ناس بتفضل طول حياتها تنتظر الفرصة اللي تغير حياتها، لكن في ناس تانية بتستعد للفرصة قبل ما تيجي عشان لما تيجي الفرصة يكونوا هم الأشخاص المؤهلين للحصول على الفرصة دي. رجاء خليكم من النوع التاني، محتاجين الإنجليش في شغلنا، في حياتنا، لتعليم أولادنا، للهجرة، للدراسة أو غيره. ما تنتظروش لآخر لحظة وفجأة تلاقوا نفسكم مطلوب منكم تكونوا متقنين للغة في وقت قليل جدا، خليكوا دايما جاهزين. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه حرفياً آلاف مؤلفة بتبعت لي على اللينكات وإنهم عايزين يشتركوا ويتعلموا ويفضلوا يقولوا قد إيه هم محتاجين الكورس ده، وتلاقيهم بعدين بيتفلتوا في النص ومش بيكملوا. مش موضوع إني متضايقة من إني برد على الناس وإنهم ما بيحضروش، ولكن اعتبروها نصيحة أخوية. يا رب يوفقكم جميعاً لكل خير في حياتكم، وأكيد الكورس ده مش هو وبس يعني واو، مش اللي هو أجمد حاجة يعني، ولكن اعتبروه خطوة ممكن تساعدكم وتعلمكم إزاي تدرسوا وتطوروا من نفسكم بعد كده وانتوا فاهمين انتوا بتعملوا إيه. ربنا يتقبلوا منا وينفعكم بيه. آخر شيء، هنرجع إن شاء الله ابتداء من الأسبوع ده، ولكن مع تغيير طفيف في الموعد، بحيث إنه موعدنا هيكون الخميس من كل أسبوع بدل الاثنين. فإن شاء الله أشوفكم على الزوم يوم الخميس القادم اللي هو هيكون 12/5 الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت، و9 مساء بتوقيت مصر. يا رب ما كنش عكست المواعيد. لا إن شاء الله صح. هتلاقوا لينك الزوم ولينك جروب التليجرام اللي بنذكر عليه بالمحاضرات في وصف الفيديو ده، علشان لو حابين تشاركوا الروابط يكون سهل عليكم إن شاء الله. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.